ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في رمضان في البيت على هوم سينما. النهارده هنعمل ستيفلر رياكشن جديد لمسلسلين، مسلسلات رمضان، وهما الاثنين هيبقوا اوفيشال تريلر. اول واحد اللي هنعمله اوفيشال تريلر رياكشن هو مسلسل جديد بتاع مصطفى قمر اللي اسمه فارس بلا جواز، والتريلر الثاني اللي احنا هنعمله تريلر رياكشن، احنا كنا عملنا التيزر بتاعه، التيزر رياكشن، وهو مسلسل النمر. والوفيشال تريلر نزل تقريبا اول امبارح على ما اعتقد، والنهارده هنعمل. انا بعتذر لكم بجد لو انا ما نزلتش حاجه امبارح، بس انا امبارح كنت يعني بمر بظروف خاصه فمنعتني ان انا اصور فيديوهات والكلام ده كله. فالنهارده رجعنا هناخد بتاع مثلا 10 فيديوهات كده كلها ورا بعض، فيعني ربنا يستر عليا. يعني التو تريلرز دول اللي هنعمل لهم تريلر رياكشن، اول مسلسل هنعمله تريلر رياكشن هو المسلسل بتاع مصطفى قمر اللي اسمه فارس بلا جواز، وهو من تاليف فداء الشندويلي ومن اخراج معتز حسام. والمسلسل من بطوله مصطفى قمر وطارق عبد العزيز وندى موسى ومحمد ثروت سليمان عيد بشرى شيري عادل اوكي مصطفى حمزه، ما اعرفش مين الباقي دول بصراحه. مش عارف اذا كان انا برضو يعني انا مشكلتي زي مصطفى مشكلتي مع مصطفى قمر نفس المشكله اللي عندي مع حماده هلال بصراحه. يعني انا مع كامل احترامي لمصطفى قمر ومع كامل احترامي لحماده هلال، بس انا مش بحب اتفرج لهم ولا على افلام ولا على مسلسلات. بس let's give it a chance ونتفرج برضو على التريلر، يمكن الله اعلم يمكن التريلر يغير رايي يعني. بس اشك يعني في الموضوع. طبعا كالعادة ما شفتش التريلر ولا مرة، هشوفه معاكم دلوقتي لأول مرة، مسلسل فارس بلا جواز. يلا بينا. لو ابوك مزنوق في حاجة مش هتديها له؟ دي برقبتي. أنا مزنوق في عروسة، أنا لقيت واحدة بقى زي القمر، هي لوحدها ملكة جمال. أنا هجوزك نعمات خلص البقر. مارلين من روح على هند رستم، دي من ساعة ما جت وهي موقفة الأوتيل كله على رجل. ممكن أسلم عليك تاني؟ ليه؟ عشان لقيتك مرة واحدة وحشتني. أنا جوزها. يلا نتجوز بقى. بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدأ الليلة. دخل الأوتيل تلعب على الكل مرة واحدة. مين واحدة تجوزها بعيالها وجوزها؟ أنت عايز إيه أكتر من تتجوز واحدة حلوة تورث لك شوية ملايين؟ هيورث قد إيه؟ 30 مليون. بس. في حد من النزلة؟ هيفجر نفسه بحزام ناسف. في سم فين؟ العصير نشبته. انا جاي ادور على ولد اخوي. عم انت اللي نحس وكل عرايس بيهربوا منك، يبقى تخلصي عليه دلوقتي. قولي مبروك. البقاء لله. حياتك اللي بقى. بقولك ايه، اقول عروسه تانية بقى. اوكي يا جماعه، بصراحه مش داخل دماغي، مش داخل دماغي بصراحة مسلسل. هو انا ليه حسيت الفايبس بتاعت عايز اتجوز، ولا انا بيتهيألي بتاع هند صبري وسوسن بدر يعني، ولا انا بيتهيألي؟ بصوا كمسلسل انا حسيته اولا وانا بتفرج على التريلر حسيته ان هو اساسا حسيته اعلان فيلم مش اعلان مسلسل مبدئيا. دي اول حاجة. ثانيا انا بصراحة انا اسف بس مش داخل دماغي. يعني الفانز بتاعت مصطفى قمر بصراحة، للناس اللي بتحب مصطفى قمر تمثيل سواء أو غنى أو تمثيل، الناس اللي بتقدر يعني تمثيل مصطفى قمر وبتحبه، أنا مش بحب تمثيل مصطفى قمر بصراحة. بس طبعا أغاني كانت حلوة يعني زمان، كانت الأغاني بتاعته كانت هيت يعني أيام زمان. بس بعد كده مش عارف يعني، مش ده المسلسل اللي اتعمله بصراحة 30 حلقة في رمضان يعني. بصراحة أنا شايفه كان ممكن يبقى يعني، أنا لو شايف من وجهة نظري لو فارس بلا جواز ده لو كان اتعمله فيلم ساعة ونص كده هيبقى حاجة لذيذة وخلاص على كده. لكن مسلسل 30 حلقة لا، كتير قوي، كتير قوي 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 قوي. 30 حلقة ليه؟ طبعا من الحاجات اللي هتنجح المسلسل انا من وجهه نظري الكيمياء اللي هتبقى بين ثروت والابياري، ولا طارق الابياري تقريبا اسمه، الكيمياء اللي هتبقى ما بينهم انا من وجهه نظري شايفها هتبقى لذيذه يعني في التريلر مع بعض. بس انا مش شايف ان ده مسلسل ممكن يتعمله 30 حلقه، كان ممكن يتعمله مثلا 15 حلقه ماشي، وبعد كده 15 حلقه كمان كتير يعني. مع كامل احترامي لصناع العمل، بس انا ما اعتقدش ان انا هتفرج على المسلسل. اكيد المسلسل ليه ناس يعني ليه الفانز بتاعته مصطفى قمر وكده، بس انا اسف مش هتفرج عليه يعني. ونسبه ترقبي ليه 3 من 10 مش اكتر من كده يعني. مش متحمس انا خالص اشوف المسلسل يعني.
دلوقتي هنعمل تريلر رياكشن بتاعنا لمسلسل النمر. بس قبل ما اعمل تريلر رياكشن يا جماعه عايز اقول حاجه، معلش استحملوني كام دقيقه كده على مسلسل احمس. مسلسل احمس انا عارف ان في ناس كتيره جدا متضايقت على ان الموضوع ان المسلسل اتلغى والكلام ده كله. لسه عارف الموضوع ده النهارده ان المسلسل اتلغى و هيجيبوا مكانه محمد رمضان مكان عمرو يوسف، وهيبقى فيلم مش هيبقى مسلسل. فانا برضو مش عارف هو المسلسل خلاص كده بح يعني مش هيبقى فيه مسلسل ولا ايه، برضو عشان ابقى فاهم يعني. دي حاجه. الحاجه التانية اللي انا كنت بتفرج عليها في التريلر لما جيت عملت له تريلر رياكشن، الناس ابتدت تتضايق وعلى موضوع الدقن. انا كان عندي حق لما قلت ان فعلا على ما قريت زمان في ايام التاريخ، عشان انا بحب التاريخ الفرعوني، كنت قايل ان الدقن دي قدماء المصريين يعني الفراعنه كانوا بيشوف ان دي نوع من انواع النجاسه او الوساخه، الدقن، موضوع الدقن. فانا فعلا كان عندي حق، ومش عارف حد رد عليها في الكومنتس برضو حبي يصلح لي المعلومه، فما اعرفش بقى هو معلومته صح ولا معلومتي انا اللي صح، الله اعلم. بس انا في كذا حد طلع قال الموضوع ده ان فعلا انا لما قلت انا المعلومه بتاعت الدقن دي ده فعليا صح. دي حاجه. في حاجتين تانيين حبيت ان انا اتكلم عليهم في التريلر وانا بعمل تريلر رياكشن، بس ما حبيتش عشان الناس ما تجيش تقول بقى انت خلاص عامل لي فيه عم الفقاقه وعارف كل حاجه فعديت وسكت. اول دلوقتي هتكلم عنها موضوع العبايه بتاعت ري مصطفى دي. اولا يعني انا مش فاكر ان كان في عبايات ايام القدماء المصريين، ده نهائي، ده نهائي. الشعر الاصفر ده ما كانش موجود نهائي مبدئيا. لما جيت عملت لها تريلر رياكشن، انا في مشهد كده او في كادر جه سين في التريلر انا بصراحه صدمت، بس انا ما رضيتش برضه اتكلم عنه. بس بعد كده بصراحه هتكلم بقى، واللي يبقى معايا اللي يتضايق يتضايق، انا اسف يعني. في مشهد ظهر فيه شريف سلامه وست كانت قاعده جنبه، الست اللي كانت قاعده جنبه دي اساسا يا حطب على ما اعتقد اللي هي مرات اللي هي ام احمس، تمام، وملبس لها التاج بتاع حتشبسوت ولا مش عارف نفرتيتي، انا مش فاكر التريلر، انا بفتكر معاكم دلوقتي يعني، انا حتى ما اشوفش التريلر تاني بعد كده، انا بفتكر من ساعتها. ومش عارف تقريبا شريف سلامه كان لابس التاج الاحمر ده تقريبا اساسا التاج اللي هو لابسه، انا مش كان على ما اعتقد كان اياح حطب او سقن الرع، انا مش فاكر كان مين بالظبط في الوقت ده بصراحه، عشان انا التاريخ معايا واقع شويه عشان بقالي كتير جدا ما قريتش تاريخ، بس فاكر شويه حاجات يعني. التاج اللي هو لابسه تقريبا مش عارف كان بتاع الجنوب، واساسا الكاركتر اللي هو متجسد شريف سلامه اللي مجسده هنا اساسا مش عارف تقريبا الملك بتاع الشمال يعني الشمال، وهو لابس التاج بتاع الجنوب او العكس حاجه شبه كده. ففي لخبطه جامده قوي يا جماعه في التاريخ بالنسبه لمسلسل احمس. بس انا بصراحه لو جيتوا قلتوا لي فكره حلوه ان محمد رمضان هيعمل فيلم على موضوع احمس ده، انا بصراحه رافض الفكره. بصراحه انا من وجهه نظري انا مش مع فكره ان محمد رمضان هو اللي يبقى احمس خالص. انا بصراحه على الرغم ان انا كنت عندي اعتراض ان عمرو يوسف هو اللي كان يبقى احمس، وانا حسيت ان زي ما كنت قايل برضو في التريلر رياكشن، انا حسيت ان خالد النبوي هيبقى الانسب من وجهه نظري في دور احمس. لكن فكره ان انتوا تسيبوا عمرو يوسف وهتخلعوا من خالد النبوي وهتلبسوه على محمد رمضان هو اللي هيعمل الكاركتر بتاع احمس، لا دي انا معلش انا مش شايفها مظبوطه خالص يعني. وكمان هيعملوا فيلم في 2022 او 2023 حاجه زي كده، انا من وجهه نظري انا شايف ان الموضوع فيس يعني، مش فكره ان محمد رمضان هو اللي هيبقى الملك احمس دي مش داخله دماغي ببصله يعني حرفيا. مع كامل احترامي لكل الناس اللي بتحبه يعني، انا مش شايف محمد رمضان خالص في كاركتر احمس خالص نهائي. ففكره ان الرول يروح لمحمد رمضان دي فكره غريبه جدا يعني، انا مش بلاحها لحد دلوقتي. وبصراحه لو نزل له فيلم حتى لو البرودكشن ديزاين والكاستيوم ديزاين بتاع الفيلم، حتى لما نيجي نعمل له تريلر رياكشن ونتفرج على التريلر بتاع الفيلم لما يجي يتعمل، ما اعتقدش ان انا هتفرج على الفيلم لاي حال من الاحوال، انا اسف يعني. بس مش قابل انا محمد رمضان يكون هو يكون شخصيه تاريخيه في احمس. انا ما اعرفش ازاي راحوا لمحمد رمضان، مش عارف هو خالد النبوي وحش يا جماعه. انا عارف ان في ناس ممكن تقول لي انت عاجبك خالد النبوي ومش عارف ايه والكلام ده كله، بس مش هينفع عشان الفيزيك بتاعه، هو كمان كبر في السن والكلام ده كله وكبير، بس مش لازم. انا مش بقول ان هو يطلع يعمل بروسلي يا جماعه يعني، ده برضو مش لازم كل المسلسل يقول له مش لازم على فكره يعني. انا شايف والله لو كان خالد النبوي كان هيبقى حاجه جامده قوي 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 قوي، انا شايف من ده من وجهه نظري. مسلسل عامه اتاجل، ما اعرفش لو ده خلاص فور شور 100% ومش هيبقى فيه مسلسل الملك السنه دي ولا لا، الله برضو الله اعلم.
بس ده حبيت اقول الكلمتين دول قبل ما اخش اعمل التريلر رياكشن التاني. انا اسف لو طولت عليكم في الكام دقيقه دول يعني، بس حبيت اقول الكلام ده يعني احسن ما كنت اعمله فيديو مستقل لوحده يعني. ما علينا، اسف لو طولت عليكم. دلوقتي هنخش على طول على التريلر رياكشن التاني بتاعنا، وهو مسلسل من مسلسلات رمضان السنة دي لمحمد إمام، وهو مسلسل النمر. قبل كده في الكاست ليست، بس مفيش مانع ان احنا نعدي عليه كده سريعا. هو من تأليف محمد صلاح العزب، ومن اخراج شيرين عادل، ومن بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفي، وبيومي فؤاد، محمد رياض، وعلاء مرسي، واحمد خالد صالح، ومعانا كمان عمرو عبد الجليل. فزيس از ساوند كول. ومعانا محمد مهران ومحمود حافظ، وفي بقى نجوم تانية بس انا ما اعرفهمش، دول تقريبا دول وجوه جديده يعني. كنت اتكلمنا قبل كده في الكاست ليست، وعملنا له قبل كده تيزر رياكشن، بس كان تيزر قوي 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 يعني، حرفيا كان ايه 12 ثانيه 13 ثانيه، حرفيا ما لحقناش نشوف اي حاجه. فمعانا النهارده الاوفيشال تريلر بتاع مسلسل النمر، وطبعا متحمس ان انا اتفرج عليه. هنشوف نسبه الترقب بتاعنا هتبقى كام، عشان ده هيبقى اوفيشال تريلر، فطبعا هندي نسبه ترقب للمسلسل. طبعا كالعاده مشفتوش ولا مره، هشوفه معاك دلوقتي لاول مره. يلا بينا. عامل كيف الشجره اللي ملهاش جذور، وانا ناوي افرد جذوري هناك واضلل على الساغه باللي فيها. الساغه دخل عليها عيل مسمينه النمر. هو في نمر في الساغه؟ الساغه دي مش بنت امبارح، الواد ده طلع انيابه عليها. ما اتخلعش لسه اللي يقدر يوقعها. انت كنت هات شغال بهلوان في السيرك ولا ايه؟ احنا في حرب يا عم، الساغه ما فيهاش ذكر وانثى، ولسه يا ما هتشوف يا ساغه. انا من ساعه ما شفتك وانا ماشيه وراك باحساسي. انت بتحبها يا نمر؟ انا مش داخل الساغه عشان احب. انت طول عمرك رفضاني، مع اني كنت هعملك ملكه، ورحمه الروح اللي كانت في بطني محد هيعرف يقف قصادي. في حاجات بنعملها واحنا صغيرين ما بنعرفش نكملها واحنا كبار. طلع الجاي على سمس الحلق. يا نهار اسود والنايل الكبيره، الحرامي في الساغه زي النجس في الجامع. حراجل عار، النمر ده عايل من ظهر ابوه. سمس اليومين دول حد اكبر شحنه الماظ السنه دي. اللي يدخل جنه شمس ويتنمرض نار شمس هتشوي. وبعون الله اللي جاي ضرب نار. اوكي يا جماعه، التريلر حلو مش وحش، حلو، بس انا برضو عندي نفس التعقيب بتاع فكره زي برضو مسلسل مصطفى عمر لسه قايله من شويه. لو ده كانت عمل فيلم برضو كان هيبقى حلو، برضو احلى من هو يتعمل له مسلسل 30 حلقه، بس المسلسل شكله هيبقى حلو يعني. مش عارف ليه حسيت برضو الفايبس شويه بتاع مسلسل هوجن، اللي هو كان برضو بتاع محمد امام، اللي كان فيه ابن محمود عبد العزيز، اللي هو كريم محمود عبد العزيز، وكان فيه كمان قصقص. شكله حلو، شكله حلو. هل هيبقى احلى من هوجن؟ انا عجبني مسلسل هوجن على فكره، كان لذيذ قوي، وطبعا ابن محمود عبد العزيز كان صباح الضحك يعني، كان هو اللي حرفين اللي شايل المسلسل من وجهه نظري، وبعد كده محمد امام يعني. نسبه ترقبي للمسلسل 7/10، مش اكتر من كده. الله اعلم هيبقى معانا السنه دي في مسلسلات رمضان ولا لا، الله اعلم، مش عارف برضو. لسه مستمرين معانا في تريلرز المسلسلات رمضان، لسه الحلقات اللي جايه في تريلرز تانية ان شاء الله، سواء مسلسلات رمضان او مسلسل او افلام انجليش يعني عاديه. بس دي كانت حلقتنا النهارده في هنا رمضان في البيت على هوم سينما. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. باي باي.